طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء، أنت أول مرة أنا بحضر إلك قعد من هولي بايبل. بشكرك كتير كتير على الروقان وعلى الأسلوب تبعك، بصراحة جدا راقي. وسؤالي هو يعني لو ممكن، ماذا تقصد بالعقيدة المسيحية بقول ابن الله؟ وهو هل هو الله أم جزء من الله؟ أم الله معه؟ وهل هو واحد أم آخر، يعني من حد أو متميز؟ ممكن تجاوبني على هذا السؤال إذا بتريد. شكرا لك. لما بنتكلم على ابن الله او لقب ابن الانسان، او بنتكلم على الكلمة او اللوغوس، او حتى في العهد القديم الدبار بالعبري، او حتى بالارامي الممرة، كل التعبيرات دي كلها نتكلم عن العقل، اللوجيك، اللوغوس، الكلمة. فلما يقول معلمنا يوحنا، عشان أقدم دليل على الكلام اللي أنا بقوله، وهو إجابة سؤال حضرتك بالكامل موجود في إنجيل يوحنا إصحاح 1: في البدء كان الكلمة. فالكلمة ده، ويقولها إن أرشي أو إن أرخي، عشان البعض بيزعل قوي من كلمة أرشي، رغم إن على فكرة في الغرب ما بينطقوش الخاء دي، ما بتتنطقش في الغرب، لكن ما علينا. في البدء، طب البدء ده اللي هو ما قبل الزمان، البدء الأزلي، عشان كده حتى يقول إين معايا. كان الكلمة، فالكلمة كان كائن بالفعل. طب الكلمة الكائن ده، هل هو الأزلي ده، هل هو إله آخر فإحنا نؤمن بإلهين؟ لا، هذا الكلمة حضرتك بتسألي هل هو جزء من الله؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، لكنه ليس جزء من الله، لأن الله مش متكون من أجزاء، هو نفسه هو الله، وليس هو آخر. عشان كده يكمل العدد ويقول وكان الكلمة الله. عزيزتي، باختصار شديد، واهلا وسهلا بحضرتك اخت مسلمه وضيفه عزيزه علينا كلنا، نحن نؤمن باله واحد. الهنا اله واحد، اسمع يا اسرائيل، الرب الهنا رب واحد، وتذكرت بنفس الطريقه في العهد القديم والعهد الجديد. والهنا الواحد ده، الهنا موجود، صفه الوجود، خاصيه الوجود، بنقول عليها اقنوم الاب. الهنا اله عاقل، خاصية العقل أو شخصية العقل بنقول عليه الكلمة أو الابن. وإلهنا إله حي، خاصية الحياة بنقول عليه أقنوم الروح القدس. لذلك بنقول باختصار شديد نؤمن بإله واحد موجود عاقل حي. التلات خواص ذاتيين دول أو ثلاث شخصيات دول، بدونهم لا الله كيان. يعني لو الله مش موجود يبقى مفيش اله. لو الهنا مش عاقل، اله ايه اللي مش عاقل ده؟ ولو الهنا مش حي برضه ده مش اله. لذلك نحن نؤمن بالاله الموجود العاقل الحي. الهنا هذا هو كينونته، هذا هو خواصه الذاتيه او صفاته الذاتيه معايا. لكن التعبير الصحيح اللي حضرتك قلتيه، الابن مميز، ده فعلا يوجد تمييز اقنومي، ففعلا يوجد اقنوم الاب مميز، ويوجد اقنوم الابن مميز، ويوجد اقنوم الروح القدس مميز، وهذا التعبير حضرتك احسنتي جدا فيه. لكن هل هو اخر؟ طبعا مشهور كان مين اللي بيستخدم كلمة اخر وهو بيقرأ آيات هو حتى مش فاهمها وبيقول حاجات هو مش فاهمها. طبعا بلاش كلمة آخر، الناس كلها بتضحك عليها أول ما تذكر، لكن ما علينا. لا، ليس إله مختلف. هل هو جزء يعني الله مجزأ؟ لا، الله لا يتجزأ، الله مش حتت متركبة ولا بازل كده يتركب على بعض. لا، نحن نؤمن بالإله الواحد، الإله الموجود
والوجود مش جزء فقط من الله، ده الله ذاته، وإلهنا عاقل والعقل ليس جزء من الله ولكن ذاته، وإلهنا حي والحياة ليس جزء فقط من الله ولكن الله ذاته. معايا أستاذة حبني حتى الآن؟ اقنوم العقل فالله تجسد. عشان كده يقول في إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا. طبعا قبل ما يقول والكلمة صار جسدا، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله. الله لما خلق، خلق بكلمته، زي ما حضراتكم حتى تؤمنوا بهذا. لذلك يقول كل شيء به كان. مين؟ بالكلمة. وبغيره لم يكن شيئا مما كان، يعني كل المخلوقات مخلوقة بالكلمة، مخلوقة باللوغوس. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نورا للناس، لغاية ما يوصل عدد 14. والكلمة ده اللي كل شيء به كان، واللي هو عند الله وهو الله، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. فالله تجسد وأصبح وسط الناس. لكن هل الله أصبح محدود؟ لا. هل الله أصبح فقط محصور في الجسم البشري؟ لا. لا زال الله موجود في كل مكان، ولا زال الله يملأ الكل، لكنه اتخذ جسدا، حل في هذا الجسد ملء اللاهوت. معايا؟ ده باختصار شديد إيماننا عن ابن الله. هل ابن الله نؤمن أنه هو عبد ورسوله؟ احنا نؤمن أنه هو فعلا يقول نبوات، ولكنه ليس نبي فقط. هل هو بس كاهن؟ فعلا هو رئيس الكهنة، ولكنه ليس رئيس الكهنة فقط. هل هو إنسان؟ فعلا هو إنسان، ولكنه ليس إنسانا فقط. معايا؟ لكن هو الله الظاهر في الجسد، ليس الله فقط وليس إنسان فقط، لكن الله الظاهر في الجسد. دكتور هولي، احنا نعتقد بأنه رح نشوف ربنا يوم القيامة. انتم كمان حتشوفوا ربكم؟ طب وإذا رح تشوفوا، رح تشوف ابن ولا أب ولا روح القدس ولا الثلاثة؟ حبيت يعني أسأل هيدا، وهو نوع من تعليق يعني. تفضل. شكرا أستاذة أحبني مرة تانية، أهلا وسهلا بحضرتك. أشكرك على تعليق حضرتك النهائي. اسمحي لي، حضرتك بتقولي حتشوفي رب إلهكم اللي هو إله الإسلام في النهاية، بس غريبة يعني، هل هو حيتحصر في الجسد ده اللي حتشوفوه فيه أو في المنظر؟ لو حيتحصر في هذا المنظر اكتبي لي واحد، لو حيبقى ظاهر مرئي ولكنه غير محدود في نفس الوقت اكتبي لي اتنين لو تسمحي لي. إله الإسلام لما حطروه في اليوم لا طبعا غير محدود، يعني رغم ان هو غير محدود لكن انتوا هتشوفوه، رغم ان هو غير محدود لكن هتشوف. لا نور ايه يا اخت العزيزة؟ ده ساق وايدين وقصة طويلة، هتكشف عن الساق القصة المعروفة. نعم ربنا وعدنا ان انتوا تشوفوه، جميل. يعني رغم ان اله حضراتكم لا يتجزأ، واله حضراتكم غير محدود، ورغم ذلك حتروا إله حضراتكم وستروا ساقه. شكرا أخويا الحبيب زي ثيولوجيا، نزل إلى حضرتك سورة القيامة 23 إلى ربها ناظرة، جميل. طيب، ولكن تعيدوا على المسيحيين لو قالوا لكم إن الله تجسد. ما علينا، نعدي النقطة دي. هل لما هنشوف ربنا هنشوف الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟ لا عزيزة، ده كما لو كان بنفصل الثلاثة مع بعض، فعندنا إله اسمه الآب منفصل عن الإله اللي اسمه الابن، منفصل عن الإله اللي اسمه الروح القدس. لا عزيزي، احنا نؤمن بإله واحد. الصورة المنظورة لله الغير منظور
هو شخص الرب يسوع المسيح. الصورة المنظورة لله الغير منظور. فأستاذة أحبني، لأن حضرتك مصرة تعتبري أن احنا نؤمن بثلاثة آلهة، زي ما للأسف كتير من إخواتنا الأحباء المسلمين اتغسل مخهم من صغيرين واقتنعوا أن هم المسيحيين بيؤمنوا بثلاثة آلهة، رغم أن احنا عمرنا ما بنؤمن بثلاثة آلهة. نحن نؤمن بإله واحد. الصورة المنظورة لله الغير منظور. لأن دي تقولي أنت مش بتعتقدي ده، بتقوليها اللي هي الحقيقة. أنا بسوي ثلاثة آلهة. طيب أنا قلت لحضرتك الرد، يا أستاذة أحبني، حضرتك لك أن تقبلي ولك أن ترفضي، لكن مهما تحاولوا تجبرونا يا إخوة مسلمين، نحن لا نؤمن بثلاثة آلهة. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، نؤمن بإله واحد. هذا الإله موجود عاقل حي. الإله واتخذ صورة منظورة، المسيح الله المتجسد صورة الجسد، هو صورة الله الغير منظور، أو الصورة المنظورة لله الغير منظور. أتمنى يكون حضرتك وصلك الإجابة، وأتمنى أن حضرتك تفكري شوية صغيرة في الإجابة، وربنا يكون معك.